الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم حرر بلاد المسلمين، اللهم أيقظ الغيرة في قلوب المسلمين لنصرة دينهم يا رب العالمين، اللهم طهر بلاد المسلمين من المحتلين والمنافقين والطغاة والمتجبرين، واجمعنا واجمع أمة محمد تحت راية الإيمان والقرآن يا رب العالمين. اللهم أعد للمسلمين مجدهم تحت ظلال القرآن يا أكرم الأكرمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، في سلسلة مكارم الأخلاق نتحدث عن مقدمة ثالثة حتى يتأكد عند الناس مقام الخلق العظيم الذي مدح الله العظيم نبيه الكريم به، فقال في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأمة سادت وقادت وميزت بأخلاقها من بين سائر الأمم، ولعلك تلحظ وتعرف أكثر مني في ذلك أن الله عز وجل اختار مكة المكرمة واختار من بني هاشم محمداً صلى الله عليه وسلم من وسط جزيرة العرب النبي الخاتم بسبب حسن الأخلاق، لأن العرب أخلاقهم أصيلة من كرم وصدق وعفاف وعفة وطهر، فجاء الإسلام يتمم هذه المكارم ويؤكد هذه المكارم، وصنع الله نبيه محمدا على عينه لما سأله أبو بكر: من أدبك؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن الآن بصدد عودة جادة لمن أراد أن يعيد للإسلام مجده، لمن أراد أن يكون داعية إلى الحق وإلى الهدى، عليه أن يعود مرة أخرى إلى ذلك النبع الصافي من الأخلاق الطيبة والأفعال الجميلة. تعلمون إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خير رزقه أخلاق حسنة، وجعل أقواله وأفعاله أقوال وأفعال حسنة طيبة مستقاة من كتاب الله. هكذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم جماهير المسلمين، فقال على لسان أبي ذر يروي عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان ومع أي خلق كان، مسلمين أو غير مسلمين، يحبوك أو يكرهوك، كانوا يعرفونك أو لا يعرفونك، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، كل الناس، خالق الناس، كل الناس بخلق حسن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعرف منكم الفتح الإسلامي الذي ذهب أهل اليمن إلى أندونيسيا وشرق آسيا؟ كانوا تجارا،
لم يذهبوا بقوة السلاح، إنما كانوا تجارا ورأوا الناس حسن أخلاقهم فأرادوا أن يتأسوا بهم، فدلوهم على طريق الحق وهدوهم إلى الصراط المستقيم. فكان حسن الخلق هو السفير الأول والبريد الذي يوصل الناس إلى طريق الحق، بل هو المصباح الذي يضيء قلوب الناس إلى الإسلام وإلى الطريق الذي أراده ربنا للعباد أن يحيوا به في هذه الأرض. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا أن أحسن واحد فينا، أكمل إنسان فينا إيمانا، هو من حسن خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم: وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فكلما كانت أخلاق قريبة من أخلاق رسول الله فاعلم أن إيمانك مكين، وادعو الله أن يثبتك على ذلك حتى تكون قريبا من الله، قريبا من رسول الله، قريبا من الناس الصالحين. هذا خلق عظيم يبين لك حساسية الإيمان، بل هو الميزان الذي يعرف كل واحد فينا نفسه، أهو مؤمن حقا أم أنه غير ذلك. كل ذلك بحسن الخلق. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نطق ينطق بمعاني القرآن، وإذا فعل كان سلوكه القرآن. والقرآن يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفضل في كل شيء، أحسن في كل شيء، أكمل في كل شيء، عبادة، معاملة، أخلاق، سرا، علانية، غضبا، ورضا، سلما، وحربا، في كل شيء، في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله، الذين تفاعلوا مع القرآن فهما وعملا وتجاوبا تطبيقا وسلوكا. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من الذي قال كبير؟ اللي انت بتقول عنه كل يوم الله أكبر. شوف بقى عطاؤه هيكون ايه سبحانه وتعالى على هذا الذي استقى أخلاقه وعبادته ومعاملته من القرآن وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن حسن الخلق ميدان يتنافس فيه أهل الإيمان وأهل الخير وأهل الصلاح. لما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ إيه أكثر حاجة تدخل الإنسان الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركيزتين، الأولى تقوى الله، والثانية بتكون نتيجة للتقوى وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. تقوى الله أن تحسن علاقتك فيما بينك وبين الله، وتكون النتيجة الطبيعية لحسن عبادتك وأن الله يراك وأن الله معك وأن الله مطلع عليك، تحسن علاقتك مع الخلق. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أحسن أخلاق في حياة الناس؟ دائما مناقشات، وهذه المناقشات في الغالب بتنتهي إلى مشاكل كبيرة جدا. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هو زعيم بيت في أدنى الجنة لمين؟ للي بيطرق الجدار ولو كان عنده حق، ولو كان عنده حق. الناس في المناقشة مع بعض بيعملوا إيه؟ كل واحد يريد أن ينتصر، ولو أدى ذلك إلى العداوة بينهم، ولو أدى ذلك إلى العداوة بينهم. شوف بقى الإمام الشافعي اتعلم من الكلام ده. يقول الإمام الشافعي: أعطاني الله جدلا، علم منطق غريب جدا، فلسفة وأصول وفقه وحديث وشعر ولغة، شافعي موسوعة، جامعة زي هارفارد كده. الإمام الشافعي هارفارد وأحسن من هارفارد كمان، الإمام الشافعي لوحده. يقول: أعطاني الله جدلا، لو أردت أن أقنع الناس حضراتكم كده وأنا معاكم في المسجد أن هذا العمود بقرة لذهب كل واحد منا يحضر إناء حتى يحلب البقرة، ومع ذلك لا أحب أن أجادل أحدا. ليه؟
لأن النبي قال أنا زعيم بيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. في يوم من الأيام جلس مع صاحبه يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى محدث، والشافعي موسوعة، عالم موسوعي، فقه ومحدث ومنطقي وفلسفي وأصولي، عد زي ما أنت عايز موسوعي. فدار بينهما حوار غضب يونس بن عبد الأعلى، وقام مهتاجا غاضبا وطلع من البيت ورزع الباب، خبط الباب خلفه ومشى وعاد إلى بيته. دقائق الباب بيطرق، قال من؟ يونس بن عبد الأعلى يقول من؟ قال الشافعي، الشافعي. قال ادخل. فلما دخل عمل ايه الامام الشافعي؟ عمل موقف عجيب جدا. بربك لو واحد قاعد معاك وسابك ومشى هتقول عليه ايه؟ ها قليل الادب اللي مش متربي اللي مش محترم اللي بيه عليه، وتفضل تديله شتايم ليوم القيامه، تروح تلاقي ميزان السيئات مليان من الارض للسماء. ها ادي اخلاق الناس، هي دي اخلاق المسلمين يا راجل؟ ده ما حصلش اخلاق الكافرين، حتى ما حصلش اخلاق الكافرين. لكن الشافعي عمل ايه؟ راح وراه على طول، طرق الباب، قال من؟ قال الشافعي. قال له اتفضل. فلما دخل الشافعي سلم عليه وامسك يده وقبلها بس ايده، وقال له ايه؟ قال له يا اخي اختلفنا في مساله لكننا اخوان متحابين، الم يقل ربنا انما المؤمنون اخوه؟ هكذا يفهم، هكذا يفهم الشافعي. عايز بيت فين؟ في ربض الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم وانا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. النكات والكلام الكذب اللي بيضحكوا بيه على بعض للنهار. وبعدين يبقى عندنا ادنى وعندنا الوسط، طب واعلاها ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم وانا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه، للي اخلاقه طيبه. فين مكانه؟ في اعلى مكان في الجنه. اعلى مكان في الجنه يبقى اقرب لمين؟ لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، واقرب لايه؟ للفردوس، واقرب لعرش الرحمن. لمين؟ لصاحب الاخلاق الحسنه. ربما ياتي الواحد فينا يوم القيامه بذنوب مثل الجبال، وياتي حسن الخلق يتقدم، حسن الخلق يوضع في الميزان، فيثقل الميزان وتطيش السيئات، فتكون من أهل الجنة بأخلاقك الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما فيش حاجة توضع في الميزان أثقل من إيه؟ من حسن الخلق. كل ذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلنا على الطريق القويم الموصل إلى الجنة. واقع الناس أنت تدركه، حياة الناس أنت تعرفها. انظر حولك ستجد الغش وكأنه بشر يمشي على الأرض، الكذب وكأنه أناس أصحاب لحى وأصحاب شوارب وأصحاب عباءات أو بدل يلبسون ويتزينون، لكنهم كذبون، ومشهور عنهم أنهم كذبون. انظر إلى المعاملات بين الناس، وإلا قل لي بربك روح عند أي محكمة، مش محاكم بس غير المسلمين، روح في بلاد المسلمين واسمع حجم القضايا التي تنشر في كل يوم بالآلاف المؤلفة، آلاف مؤلفة. فين الأخلاق؟ أين ذهبت أخلاق المسلمين؟ لماذا هوى المسلمون إلى ذلك القاع؟ أتدري إن من أعظم الأسباب إلى الهزيمة، الهزيمة ضياع الأخلاق. عندما يضيع الخلق تضيع الأمة، بل من أعظم الأسباب للأمراض النفسية. في منظمة الصحة العالمية بتقول العالم فيه أكثر من 1.5 مليار أو 2 مليار مرضى نفسيين. بسبب إيه؟ ضياع الأخلاق. ضاعت الأخلاق خلاص. إنما الذي يطمئن قلبه بنور الله سبحانه وتعالى، الذي يهتدي بالأخلاق القرآنية والنبوية، بيستريح وبيريح. مش بيستريح بس، لا وبيريح اللي بيتعامل معاه كمان. فكلما حسن خلقه مثل الضوء، مثل الضوء، كل ما تزود الإضاءة كل ما إيه؟ ما يتوزع على اللي حواليك، يتوزع على صاحب الأخلاق. إنما أصحاب الاضطرابات النفسية لأنهم عايشين هذه المعيشة البعيدة تماما عن إيه؟ عن الأخلاق القويمة وعن دين ربنا سبحانه وتعالى. لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ماشي، وأنا عايزك وأنا كمان هسأل نفسي، اسأل أنت نفسك هذا السلوك، النبي ماشي في الطريق
جه واحد هجم عليه وراح ماسكه من هذه المنطقة وجذبه جذبة شديدة حتى أثر الثوب في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت ماشي حضرتك ولابس بدلة أو دشداشة أو قميص أو تيشيرت وجه واحد راح ماسكك منه وراح شدك كده شدة قوية جدا جدا أثرت كده أن تزرع عنقك. ومش كده وبس، وقال له يا محمد، تكلم النبي، ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقول له يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا ايها النبي، لما تكلم واحد كبير تقول له يا فلان، يقول لك احترم نفسك، اختشي، ده انا سن ابوك. مش كده ولا ايه؟ والنبي قال لنا اخضروا لكل رجل قدره، نادي باللي بيحب يتنادى بيه. قال له يا محمد اعطني من مال الله انه ليس مالك ولا مال ابوك. اوه تخيل انت، بيقول لك لا مالك ولا مال ابيك، اديني مالك انت، عامل دكتاتور علينا انت ومتحكم في المال. بيقول النبي كده صلى الله عليه وسلم. في الروايه قام الصحابه اليه ايه؟ ليعاقبوه، فاوقفهم رسول الله وقال كان الاجدر بكم ان تامروني بحسن الاداء وتامروه بحسن الطلب. ثم اخذه واعطاه صلى الله عليه وسلم، اعطاه ماله، ثم زاد على ذلك جراء ترويع الصحابه له. قال الرجل والله لقد علمت أنك رسول، لكنني قرأت أنه كلما ازداد الناس عليك سوء أدب ازددت حلما، فأحببت أن أتبين من ذلك. تخيل انت بقى لو النبي اتضير في وشه وعمل زي احنا ما بنعمل، انت عارف انت هتعمل ايه؟ كل واحد فينا عارف هيعمل ايه، كل واحد فاهم كويس قوي هيعمل ايه. هذه الأخلاق بربك، كان الرجل ده ربنا أنقذه من الكفر ودخله إلى النور؟ أبدا. قال لا، سقط في الامتحان او خلاص انا مش داخل الاسلام، لكن باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذا الرجل الى الاسلام. الى الاسلام. حياه الناس وواقعهم عجيب جدا. وبعدين الناس تتهم الدين، يقول لك ايه يا اخي، عمالين ندعي وربنا ما يستجيبش، بقالنا 70 سنه نقول ربنا يحرر فلسطين، ضاعت فلسطين والعراق وسوريا ومصر والاردن والدنيا معانا كلها ضاعت. يقول لك المساجد عمال يدعو ربنا عمال يجاوب بالعكس. لا، ربنا مش بيجاوب بالعكس، المشكله فينا احنا، المشكله فينا احنا، لان الاخلاق عندنا اخلاق غير سويه. ابراهيم الكرماني بيسالوه يقول له يا اخي احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما بيستجبش، ربنا ما بيستجبش. انا هقول لك حاجه قبل ما يجاوب ابراهيم الكرماني. حياه الناس لما بيهزروا مع بعض او بيضحكوا مع بعض بيدعوا على بعض، صح؟ على سبيل المثال ما اعرفه يعني في الكلتشر المصري، لما واحد مبسوط منك يقول لك ايه؟ الله يخرب بيتك. ده مبسوط منك، ده مبسوط منك، لو مش مبسوط منك هيقول لك ان شاء الله. لو هي زعلانه من النار تقول روح ربنا ايه؟ يفضحك. صح ولا مش صح؟ لما بتيجي تخلف جوزها تقول له اقبرني، يقبرني يقبرني ولا تقبرني؟ ربنا هياخدك، ما تخافيش، ما تستعجليش، هيجي واحد وربنا ياخدك وياخده كمان وياخدنا كلنا. شوف تخيل انت الناس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا ناس مش كده. ربنا بيستجيب للناس ما لم يدعو ايه؟ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه ايه؟ رحم. في حياه الناس دلوقتي حتى في هزارهم بيدعوا على بعض. بيدعوا على بعض. المسلمين الفاتحين، المسلمون الفاتحون دخلوا الاندلس. اول ما دخلوا كان الناس عندهم اخلاق، كان الناس صادقين. قائد من قوات الاغريق بيصف المسلمين بيقول ايه؟ بيقول لقد نزل بارضنا قوم كانهم هبطوا من السماء، كانهم ملائكه، او نبعوا من الارض. واللي بينبع من الارض؟ اللي بينبع من الارض؟ اللي بينبع من الارض الخير، الخير. فاستولوا على ارضنا وادخلوا النور فيه، فلما تركوا اخلاقهم وهووا إلى ملذات الدنيا ضاعوا ولم يصبح لهم قيمة. طردوهم ورجعوا بلاد الأندلس والبرتغال مرة أخرى إلى بلاد إيه؟ بلاد كافرة. بسبب إيه؟ بسبب الأخلاق. أخلاق الناس مشكلة عند الناس، هذه مشكلة حقيقية عند الناس. بيظل المسلم هكذا، المسلم هكذا يبحث عن دينه ويبحث عن أخلاقه ويعود بنفسه مرة أخرى إلى دين الحق. هؤلاء انتصروا بأخلاقهم، انتصروا
بحكمهم من ربهم انتصروا بتأسيهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. العرب، أحد كتاب النصارى يقول العرب جاءوا إلى بلادنا فاتحين بفضائلهم بأخلاقهم العظيمة، فلما نسوا هذه الأخلاق وأصبحت حياتهم كلها خفة ومرح. أهم حاجة يضحك، أهم حاجة يلبس كويس ويأكل كويس. يا عم كل كويس والبس كويس وعيش في سعادة، لكن دينك أخلاقك مهمة جدا جدا. لا نسوا الأخلاق وأصبحوا في الملذات، قال فضاعوا وأضاعوا الخلق من بعدهم. البقرة كتاب لماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، من تراجع دور المسلمين عن قيادة الأرض. إيه اللي حصل في العالم؟ تخيل المسلمين لو كانوا قادة إلى الآن، كان يبقى العدد الكفار ده موجودين متسلطين على رقاب الناس يفعلون ما يفعلون؟ أبدا، كان ربنا سبحانه وتعالى أضاء قلوبهم بنور الإيمان بأخلاق المسلمين. إبراهيم الكرماني بيقولوا له إن الظالم فلان دخل مكة فقتل وصنع، عمل يعني مظالم كثيرة، وكثر الدعاء عليه فلم يستجب للداعين. الناس عمالة تدعي عليه وربنا ما استجبش. قال لأن فيهم 10 خصال، عندهم 10 خصال، هذه الخصال هي السبب في منع الإجابة من الله رب العالمين. أولها إيه؟ قال أقروا بالله كل الناس، كل المسلمين. تقول له إيه مفتاح الجنة؟ يقول لك لا إله إلا الله. تقول له أعظم حاجة إيه في الإسلام؟ يقول لك التوحيد. طب السؤال، أنت مقر بالتوحيد ومقر أنه الله هو رب العالمين؟ آه. طب هل تنفذ أوامره؟ Sometimes، صح ولا ايه؟ اذا كانت حلوه كده على مزاجي حلوه ماشي الحال، مش على مزاجي يا عم شرع الله عند غيرك. هكذا الناس. يبقى اقروا بالله لكنهم تركوا امره، تركوا امره، مع ان ربنا بيقول الا له الخلق والامر. وانت في بيتك عيالك انت اللي بتوكلهم وتشربهم، يقدر عيل يقول راي لرايك؟ تقول له انا اللي بوكلك وانا اللي بشربك، ومن حكم في ماله ما ظلم، من حكم في ماله ما ظلم. طب ما احنا كلنا ملك الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلق ورزق وهو كل شيء راجع اليه سبحانه وتعالى. يبقى انا مقر بيه وبخالف اوامره ونترك امره وندعيه بعد كده الا يستجاب له، الا يستجاب له. قالوا نحب رسول الله، وهذه حقيقه، احنا كلنا بنحب رسول الله، لكن حب ايه؟ حب عواطف، عارف عواطف؟ عواطف، حب القلب، ها؟ حب القلب، لكن حب القلب بتعمل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمر مهم جدا. يبقى أنا محب رسول الله، آه، ولم يتبعوا سنته. ربنا قال لنا في سورة آل عمران للناس اللي بيقولوا إني أحب رسول الله، قال ابتلاهم العلماء، يقول ابتلاهم الله بآية المحنة، بآية المحنة، يعني الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله ها فحبوني. الله بحبك يا رسول الله، واعمل له كم قلب كده وكم لايك وبتاع، وصلوا على النبي، وانت اسمك مختار من اللي بيقولوا صل على النبي النهارده. جميل قوي، جميل، ممتاز ممتاز. طب تعالى، في مشكله النبي اتصرف فيها كده، ده كان من 1400 سنه، احنا دلوقتي في عصر الانترنت والانتربث والانترنت، ها كده، هكذا الناس. يبقى بيزعم حبه، اه حب قلب، مش ده المطلوب. قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قرأوا القران، قرأوا ليه؟ ليه قرأ القران؟ والقران جاي ليه؟ القران ليه ربنا سبحانه وتعالى انزله؟ عشان ايه؟ عشان يكون منهج حياه، عشان يكون دستور للناس، ينظم حياتهم الدنيويه ووصلهم الى السعاده الاخرويه ويطمئن قلوبهم ويسعدهم في الدنيا والاخره. قال طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، مستحيل القران يكون كتاب شقاء، انما كتاب سعاده وكتاب خير وكتاب رضا وكتاب رحمه في الدنيا والاخره. الناس بتقرا القران ازاي بربك؟ يقول لك امبارح انا سمعت شيخ، يا سلام، اه ماشي الحال، ماله يعني؟ صوته جميل، الله اكبر، ما شاء الله، زي عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمهم جميعا، ما شاء الله. كان بيقرا ايه؟ مش عارف والله.
مش عارف. طب ربنا كان عايز منك ايه؟ لا مش عارف. هو الصوت، اصل الصوت ده لما تسمعه بياخد قلبك كده يخليك تتعصب. طب التعصب ايه؟ ولا حاجه. يبقى كان بيسمع مغني، كان بيسمع ام كلثوم وعبد الحليم كده، ها؟ ما بيسمعش قران. القران جاء لايه؟ لاقامه الفرد المسلم والاسره المسلمه والمجتمع المسلم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، يهدي للتي بيرشد الناس لطريق الخير. انما قاعد يسمع بس وينبسط ويمصمص شفايفه، والله يا عم الشيخ، وعيد عيد. وتجد المقاطع حتى في الانترنت للمحششين، هو سكران يجي مطلع المطوه للشيخ يقول له عليا كذا وكذا، لا تعيد. يا سلام بربك يا اخي، لو هذه امه، هذه امه عندها شيء من الادب، من الادب، كانوا ينشروا حاجه زي كده، ينشروا حاجه زي كده. المفروض ده ينسحب، يسحلوه ده، ينسحل، ينسحب، يتربط كده في بيت حصان ويتسحل. ده قران ومحشش قاعد يسمع قران ويشرب حشيش ويفتح المطوى على الشيخ عيد. الله، ده مين الصوت الحلو ده؟ عيد لنا تاني. ده القران نزل لكده؟ هذه الامه نزل فيها القران لهذا؟ لا، القران يا اخي صنع رجال، صنع اسيادنا الذين فتحوا الدنيا كلها واناروا الدنيا بالقران. شيخنا الشهيد سيد قطب رحمه الله عليه ورضي الله عنه يقول ان محمدا صنع قرائن، وضع في قلب كل صحابي قرآن وأطلقهم على الدنيا، فإذا الدنيا كلها تهتف بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش صوت حلو لمحششين؟ الأمة الغفلانة دي السكرانة بملذات الدنيا وشهواتها، القرآن لا يؤثر فيها. ربما يتفرج على مشهد تلفزيوني يعيط، أو يسمع مغني أو مغنية يبكي، والقرآن يقرأ عليه من جدة لجدة، مش فاهم، مش فاهم حاجة، مش فاهم شيء. وبعدين يقول دعيته ما استجب ليش. هيستجب لك ازاي يعني؟ زعموا حب الجنة ولم يعملوا للوصول إليه، زعموا كرههم للنار وبيزحموا الناس في الطريق للوصول للنار. طريق النار تلاقي فيه ايه؟ زحمة شديدة قوي، الناس بتتعارك عشان تقع في النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في مثل، هو يقول: وكأنني وقفت أحجز الناس عن الفراشات حتى لا يقعوا في النار. يبعد الناس، لكن في ناس بتعمل ايه؟ بتقفز من فوقهم حتى تسقط في النار. مش قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى؟ قال له رسول الله: في حد يابى؟ قال: من لم يسمع كلام الله، من لم يؤمن برسول الله، من لم يتبع الهدي المستقيم الذي جاء به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، يكون من اهل النار. من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. قال السادس: ان ابليس، زعموا ان ابليس عدوهم. وبيعملوا ايه بقى؟ والله يا اخي ده ابليس دلوقتي ساعات بيستحي من اعمال الناس، والله العظيم ساعات كده تلاقي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ازاي خطرت الفكره الشيطانيه دي عليه؟ مش كده؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ربنا يجعلنا واياكم منهم، اللهم امين. سبع دفنوا موتاهم فلم يعتبروا. كلنا حضرنا الجنازات. ايه اللي بيحصل في الجنازات؟ عارف ولا نحكي لك؟ بيجوزوا ويطلقوا ويغتابوا ويلموا ويبيعوا ويشتروا، حلال وحرام. حلال وحرام. الناس بلا، ما عندهمش أي ورع. أنا أحكي لك حكاية عجيبة جدا. لناس ما نعرفهمش. في سنة من السنوات في الحج. نزلنا الحج فقابلت واحد فين؟ في فرانكفورت. فقال لي: تعرف الاثنين اللي هناك دول؟ قلت له: يا عم صل على النبي، احنا رايحين نحج. قال: لا والله، دول رايحين يحجوا معانا، دول من كاليفورنيا بقى. تعرف من امريكا لفرانكفورت كانوا بيشربوا خمره، واول ما نزلوا لبسوا الاحرام، لبس الاحرام. شاء الله سبحانه وتعالى ان انا لما انزل في عرفات، في عرفات بيحطونا في خيمه كبيره كده ويجمعوا ناس كتير، كانوا الجماعه دول معانا. بنروحوا بدري الساعه 6 عشان ناموا حد الظهريه كده ونقوم نتعبدوا. الساعة 9 قمنا من النوم بعد صلاة الفجر، نمنا، لقيت واحد منهم جاني. قال لي: بقول لك ايه؟ قلت له: نعم. قال لي: أنا عايزك تتكلم كلمة شديدة جدا على الراجل اللي هناك ده، لأنه بيبيع خمرة. خد بالك، الاتنين بيبيعوا خمرة. الاتنين بيبيعوا خمرة. واستطرق في الكلام إن فلان ده بيبيع خمرة وبيلبس بتاع جلافز
لما بيجي يبيع الخمره وبيجي يعمل الاوردر عشان ايه؟ يطلع الحرام في الجلافز ويرميه في الزباله، فاهم انت؟ فاهم يا اخي؟ والله غلبوش صلى الله عليه وسلم قال لا تستحلوا محارم الله بادنى الحيل كما فعلت يهود، غلبوا اليهود يا اخي. غلبوا اليهود. غلبوهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لهم والله انا اقول لكم درس عن الرحمه وخدت بعضي وهربت من الخيمه. هربت من الخيمه. مش بيكلموا قاعدين في عرفات قاعدين قدام الباب يدخلوا ويحكوا على بعض ويحكوا على الناس. هذه عرفات عرفات عرفات. تخيل انت، تخيل هذه عقليات الناس، عقليات الناس. تقول لي بقى يعتبر بالموت واللي ما بيعتبرش بالموت ده مين في الدنيا ممكن يوعظه؟ لا واعظ له، خلاص انتهى امره. هذا اشتغلوا بعيوب الناس وناس عيوبهم، كل واحد شايف الخطا الصغير اللي بيعمله اخوه، مع انه لو دور في نفسه هيلاقي في نفسه كبائر، كبائر في نفسه. الخطا البسيط ده عمال يشتغل عليه. طب انت بص لنفسك وصلح نفسك يا اخي عشان ربنا يستجيب لك. جمعوا المال ونسوا يوم الحساب. جمعوا من حلال وحرام. ان جمعوا من حلال بس وادى زكاته كويس، نعم المال الصالح للعبد الصالح. انما واحد بيجمعه من حرام او من حلال وحرام، لا ما ينفعش ما ينفعش. عايز تربي ابنائك على الخير وكلهم حلال. عايز دعائك يستجاب اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص. العاشره قد نفضوا القبور وبنوا القصور. كل واحد فينا الاذكياء الاتقياء فقط يعملون للاخره. يعملون للاخره والدنيا كمان يملكوها يملكوها لكن بايديهم. وقلوبهم تكون عامره بايه؟ بذكر الله، بالقرب من الله. أجسادهم، أبدانهم، تصوراتهم، اعتقاداتهم، أفكارهم، أهدافهم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو حسن الخلق الذي ساعتها يستجيب الله عز وجل للعبد به. حسن الخلق بيلخصه ابن المبارك في ثلاث أمور. قال طلاقة الوجه، تقابله بابتسامة، وبذل المعروف، تفعل الخير للناس. من تعرف ومن لا تعرف؟ من تعرف ومن لا تعرف؟ وخد بالك حتى لو عملت خير وقابلك بالشر اعمل خير برضه. لان انت بتتعامل مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وكف الاذى. ان تكف اذاك عن الناس. كان النبي يقول يا عقبه بن عامر صل من قطعك واعط من حرمك واعفو عمن ظلمك. هذا حسن الخلق. هذا حسن الخلق الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. لك مثال بسيط جدا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ام سلمه كانت طباخه ماهره. رضي الله عنها وارضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عند السيده عائشه. فلما علمت ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشه ارادت ان، لان عائشه لما بتكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها الصحابه بياتوا كثر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما ياتوا بالهدايا في بيت عائشه لما يكون النبي عند عائشه، لعلمهم ان رسول الله يحب عائشه. فارادت ام سلمه انها تعمل ايه؟ تزود الطعام لحد احد من ربما ياتي احد من الصحابه فيجد طعاما يكفي. تمام؟ فلما وصلت ام سلمه، عائشه بتقول وكانت طباخه ماهره، كانت بتطبخ كويس قوي. اول ما لقتها جايه بالبتاع ده راحت ماسكه القصعه هذه بوم في الارض. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما شاف ان ام سلمه جايه ارسلت ترسل طعام وعائشه عامله طعام من لازم الصحابه. فأصبح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة ورأس الدولة صلى الله عليه وسلم، القائد العسكري والذي يوحى إليه وخاتم الأنبياء والمرسلين وعدد أشرف خلق الله على الإطلاق بلا منازع صلى الله عليه وسلم. وتمسك عائشة القصعة وترميها في الأرض قدام الصحابة من شدة الغضب. شغل الضرائب بقى مش كده؟ بتعمل كده عشان خاطر تبين إنها ما بعرفش أطبخ والكلام ده. بشر مش معصومين، المعصوم الانبياء بس. انما دول بشر رضوان الله عليهم واسيادنا طبعا وازواجهم وامهاتهم طبعا رضوان الله، لكن بس الطبيعه البشريه ظهرت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الارض ويجمع الذي انكسر والطعام، ثم ينظر للصحابه عشان مفيش حد فيهم يعلق اي تعليق مش كويس. اي تعليق مش كويس. قال لهم ايه؟ غارت امكم. غارت امكم. كل واحد فينا لو اتهان من مراته قدام الناس بيبقى سنتها سودة. صح ولا لا؟ سنتها سودة وسنة اللي خلفوها كمان. مظبوط ولا مش مظبوط؟
انما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهاش اهانه، انما شافها هي ايه؟ النقص البشري ظهر. والنقص البشري ما نعملش ايه؟ ما نزودش عليه كمان. ما نضعش عليها كمان، لا تكون معاونه للشيطان على اخيكم. هكذا صلى الله عليه وسلم يريد ان يربي هذه الامه، ويجلس على ركبتيه ويبدا يجمع كلهم. غلط امكم، حد يقدر يتكلم على امه كلمه وحشه؟ ابدا، كله سكت. كله سكت. ثم حملها ودخل بها على عائشه. لما شافت حلم النبي صلى الله عليه وسلم والادب الجم بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعفو عن الظلم ومبادله الاساءه بالاحسان، اول ما شافته قالت استغفر لي رسول الله، انا غلطان، انا غلطان، استغفر لي الله يا رسول الله. قال افعل، ولكن القصاص قصعه بقصعه وطعام بطعام. قالت افعل، افعل، خلاص انتهى الامر. ذهب الغضب وجاء العقل، وارتد الناس الى حقيقه الايمان وحقيقه القران، انتهى الموضوع. هذا هو حسن الخلق، هو بوابه عظيمه لفتح القلوب، لفتح القلوب. اذا اردت ان تكون سفيرا عن الاسلام في هذه البلاد فحسن خلقك، كن صادق، لا تغش، لا تخدع، عامل الناس بالمعامله التي يحبها الله ويرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعو الله.